يلا الآن السباق الثلاثي. السباق الثلاثي عبارة عن سباق يتنافس فيه الرياضيون في السباحة ثم على الدراجة ثم الجري عبر مسافات محددة، ويعتبر الشخص الأول الذي ينهي كافة مراحل السباق هو الفائز. تنافست كل من مايا وسارة ونور مع بعضهن البعض في السباق الثلاثي. إذا تألف السباق من 1 كيلومتر سباحة متبوعا بركوب الدراجة لمسافة 40 كيلومترا وبعد ذلك 15 كيلومترا جري. كانت سارة الأولى في السباحة وقطعت مسافة الكيلومتر خلال 25 دقيقة. استغرقت مايا 10 دقائق أكثر من سارة، واستغرقت نور 5 دقائق أكثر من مايا. استعمل هذه المعلومات لإكمال جدول السباق. السباحة 25 سارة، هذيك أيوة. أكثر منها بعشر دقائق 35 خمسة وثلاثين مايا نور عشرة أكثر من كيلومتر. نور أكثر من مايا بخمسة، فإذا 40 لحظة شو؟ لحظة، إذا مايا قديش هسه بالأول؟ 35 35 وهاي 40 نور 40 خلص هذه للسباحة. حلو. كانت مايا الأولى على الدراجة، وصل معدل سرعتها 30 كيلومتر بالساعة، طيلة تمام مسافة ال 40 كيلومتر، يعني طول مسافة اللي هي ركوب الدراجات. كاملة. وكما استغرقت سارة 10 دقائق أكثر من مايا. إذا سارة عشر خلينا نعبي على طول. مايا دقائق أكثر تمام من مايا، لسه ما نعرفش مايا كان هي 30 كيلو معناتها بالساعة. سرعتها، السرعة اللي هي مسافة على زمن. ايوه بالضبط، احسنتي. اذا هون تمام السرعه 30 والمسافه قديش؟ 40 40. أربعين اذا قديش الوقت؟ قانون السرعة، السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فالسرعة معلش بتساوي 40 على سين، المسافه على الزمن، اذا الزمن ايش بيساوي؟ 40 على 30، 4 على مسافة على 30. السرعة. أيه. الكتب الأجنبية بيعملوهن هيك، طلعي كيف؟ آه. بقولوا فا أكمل. المسافة، نون الزمن، عين السرعة. فالمسافة تمام. على السرعة تساوي الزمن، المسافة على السرعة تساوي الزمن. زمن. إذا المسافة قديش عندي أنا؟ 40 على 40 كيلومتر. 30. بدك تشيليها هيك، شو بطلع عندك هون؟ أربعة أربعة على ثلاث. أربعة على ثلاث أربع أثلاث ويصير إيش؟ الساعة، يعني أربعة ساعة وثلث. وثلث، يعني إذا عارف ستين تكتبيها. 80 دقيقة. ثمانين إذا دقيقة بنعملها بالدقائق، إذا ساعة وثلث. يعني ساعة 60 دقيقة زائد 20 دقيقة تساوي 80 دقيقة، إذا تساوي هون 80 دقيقة. هي هي المشكلة تبعتنا طرف الحساب، إذا حسبنا هاي دقائق. المعلومة بتكون سهلة. تمام. هلا سارة أكثر منها بـ10 دقائق، إذا 90 وسارة 90، ونور أكثر منهم، أكثر من أكثر مايا، من سارة، مش من سارة، من 15 مايا، من مايا 15، أقصد. فـ95. حلو، إذا كل اللغز في السؤال إذا نطلع مايا كم؟ صحيح. مايك. حلو؟ تمام. أظن خلص السؤال أو لا، ما بعرف، هسه بنشوف اللي لا، في بعده. فرع الثاني لا. هو سباحة وجري. كانت نور أسرع عداءة إذ وصل معدل سرعتها 7.5 كيلومتر بالساعة طيلة مسافة ال 15 كيلو الجري. نفس المبدأ إذا يلا. سرعتها 7.5 كيلومتر بالساعة لمسافة 15 كيلو، إذا الزمن 15 في على 7.5. 7.5 قديش؟ تمام. اثنين. لأنه اثنين ال 15 ضعف ال 7.5. ضعف اثنين اثنين ايش؟ ساعة ساعة، تكون يعني 60 دقيقة. تمام، عفوا يعني 120 120. حاسب. الساعة 120 20 دقيقة، إذا 120 دقيقة، هاي مين هاي؟ نور. نور آسف، نور نور أخذت 120 دقيقة، ساعتين يعني. استغرقت استغرقت سارة 10 كانت دقائق أكثر من نور، 130 يعني 130 دقيقة. ومايا 130 أكثر من سارة، مايا أخذ دقائق أكثر من 40. سارة 135. ممتاز، املأ الجدول اجمع كل الجدول بالضبط. اشوف مين يعني هو اسرع. ارقام مايا، مايا اخذت هون 135، نمسك واحده واحده. مايا نرجع كم جابت مايا؟ مية القيمه خمسة طبعا 80 و35، بالله احفظيهم هذول. 80 خمسة زائد وثلاثين 80 زائد 35. 80 و35، مايا 80 و35، احنا بنجمع على مايا يعني 70 150، مظبوط 205. تمام، ميتين وخمسين اللي بعديها لما نرجع لسارة. 180 سارة، سارة مية نرجع وثلاثين لسارة
نخطيهم بس. وهو 25 90 25 90 25 هاي 5 صح؟ صحيح 245 صحيح. هذيك 40 95 25 هذا سؤال حلو السؤال مليان هذا. 40 95 40 و95 رجعنا لنور شو سوت 40 و95 اجمعيهم 55 255 سؤال مين فائز؟ مين اللي اخذ وقت اقل اللي هي ساره. برافو عليك اللي اخذ وقت اقل اللي هي يسعى.